السلام عليكم، مرحبا أعزائي، كديرين بخير، هانية لاباس عليكم، عواشر مباركة، رمضان كريم. بهذه المناسبة رمضان أنا كما كتشوفوا راني صايبت الشباكية، والآن كنعاود في السلو ديالي اللي كنتمنى أن المقادير يعني تنال الاستحسان ديالكم وتعجبكم، وأنا متأكدة البنات إلا تبعتوا الخطوات ديالي فالسلو ديالكم غادي يجيو غزال وبنين وما تقنعوش منه وصحي بطبيعة الحال. كما كتشوفوا أنا كنحمر هنايا اللان وغنحمر الزنجلان وغنحمر حبة حلاوة والنافع وزريعة الكتان والكروية، يعني كلهم هادو يعني منسمات، وصراحة الله هاد المكونات فهم راهم يعني مفيدين للصحة البنات بزاف. كنتمنى انكم هاد المقادير كلهم ديرهم في السلو ديالكم. هادي حبة حلاوة والنفح حتى هي كنصهد هكا في العافية، حتى هي نخليها هاد الإقامة كلها باش نمشي نطحنها عند العطار. كما كتشوفوا البنات انا هنا بالنسبة ليا الدقيق ديالي دايرة القمح والفورص، القمح الفورص باش يجيني حرش سلو، ما يجينيش هكا كرطب، يجيني هكا كاع رطب بزاف، لا ما تعجبنيش داك السلو رطب، كيعجبني داك السلو الحرش شويه ما رطب ما حرش، يعني كيجي واحد التوابل هي زوينه بزاف. كما كتشوفوا متابعين الاعزاء ومشاهدينا انا هنايا راني طحنت المكونات ديالي كلها، يعني زريت الكتان اللان الصوجة سميتو حبه حلاوه والنافع كما كتشاهدوا، راه هي هذيك مفرقشهم انا ما خليتهمش مجموعين كلهم، وهذيك الكوزه ومسكه حره كما كتشوفوا هنايا، راني كنغربل في الدقيق ديالي باش ما يكونوش فيه داك الكويرات كما كتشاهدوا، ما يبقى حتى حاجه، يعني دي كله كيكون يعني مغربل. فالان البنات غادي نزيد القرفه حتى هي ونزيد السكر كلاسي، القرفه حتى هي تكون ديك هكا تكون واحد ربعة الملاعق كبار ديال 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 القرفه، وغنزيدو جوج زليف كبار ديال السكر كلاصي. فغنبقى انا هنايا نحرك المكونات ونتلقاو ان شاء الله. من بعد ما خلطت الدقيق مع القرفه والسكر كلاصي، الان كما كتشوفوا راني كنضيف المكونات ديالي الاخرين. شنو هما جوج كيلو ديال الكاوكاو اللي طحنتهم كما كتشوفوا كيجيني بحال العجينه، وجوج كيلو ديال الزنجلان اللي طحنته حتى هو، وحبه حلاوه والنافع والمسكه الحره والكوزه، هذا هما البنات اللي ضفت. والمكونات الاخرين شنو هما زريت كتان والصوجة و سميتها زريت الكتان والصوجة وهذيك اللان، نعم كيقولوا لا اللان. هاد المكونات كلها البنات كتجيب سلو غزال بزاف، وزائد نسيت البنات ما قلت لكمش واحد نصف كيلو زنجلان هكاك يعني صاين ما مطحونش كنضيفه على المكونات ديالي، وان شاء الله نبدا نجمع المكونات ديالي كلها، ويعني المكونات كلها كتدخل في بعضياتها، البنه ديال حبه حلاوه النافع ديال الكاوكاو ديال الزنجلان المطحون يا إلان، يعني المواد كلها كتجانس بعضياتها مع الدقيق ونتلاقاو. صافي البنات غنبقى انا بحال هكا حتى نخلص بين الكاوكاو يعني والمكونات كلها، وان شاء الله نتلاقاو فاش نبغي نضيف زيت العود بطبيعه الحال، نتلاقاو ان شاء الله نوريكم الطريقه والكميه ديال زيت العود شحال اللي غديرو في هاد المكونات ديالي انا، او في هاد القدر ديال السلو اللي غادي نديرو.
كيما كنشوفو البنات، انا درت هنايا الغربال ملي دوزت المكونات كلها ديالي. من بعد ان شاء الله غنجيب الزيت ونخلطو ان شاء الله باذن الله. كما كتشوفوا البنات انا غنضيف هنايا يطرو ديال الزيت الاولى، وغنضيف ان شاء الله باذن الله يطرو ونص اخرى ديال الزيت، هي جوج يطرو ونص الزيت انا اللي جمعت ليا هاد الدي ديالي، وزدت عاوتاني يطرو ديال ويلور، حيت ما يمكنش انا ندير سلو ما نديرش فيه ويلور. ويلور بصراحه الله زيت واعره كتجيب سلو ديالنا بنين البنات بزاف. هذا هو السر ديالي ديال السلو ديالي، درت فيه جوج اطرو ونص ديال زيت العود واطرو ديال ويلور البنات. نتمنى ان هاد السلو ينال الاستحسان ديالكم وراه جاب بنين البنات، قسما بالله دجاج سلو جا رائع جدا. ونتمنى انكم دائما ديروا هاد الوصفه ديالي ودائما ديروا المكونات اللي درت انا في السلو ديالي وردوا عليا الخبر. غنبقى بحال هكا حتى نجمع العجين ديالي كامل، هادي كله يتعجل ليا ويتجمع لي في يدي ونتلاقاو ان شاء الله. ونسيت البنات ما قلت لكمش، ضفت اللوز حتى هو اللي حمرته من قبل وقليته في الزيت حتى هو ضفته للسلو ديالي. فان شاء الله نبقى بحال هكا نخلط، وان شاء الله نتلاقاو يعني في التقديم ديالو او الشكل النهائي ديال السلو ديالي. نتمنى هاد السلو ينال الاستحسان ديالكم البنات، والفيديو ينال الاستحسان ديالكم. ان شاء الله في نهاية الفيديو، والى اللقاء مع فيديو جديد للبنات. مع السلامة. كيما كتشوفوا البنات يعني السلو ديالي جا غزال ورائع جدا البنات، عرفتي الرائحه ديالو ولا المذاق ديالو ما نقول لكم، جا رائع بزاف وبنين بنين 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 بنين. فنتمنى البنات هاد السلو ديالي ينال الاستحسان ديالكم ورق لكم ويعجبكم، علاش لا وتاتوما ديروا بحالي. فانا وليداتي يعجبهم بزاف السلو ديالي، وبعث ولدي بزاف سماعين فهو كيموت على السلو مع هاد البنبه. كنسلم على خوتي المغاربه كلهم، كنقول لهم عواش المباركه ورمضان كريم. كما كتشوفوا انا كندير السلو ديالي في السطل ديالي. الى اللقاء مع فيديو جديد، مع السلامه.